آه صحيح، نسيت خبرك أني وصلت خالتك حورية على بيتها اليوم. يسلموا إيديك، بصراحة كنت كتير خايفة عليها تضيع لأنها ما بتعرف شي باسطنبول. عم نعذبك كتير مو؟ الله يسامحك، هاي المرة هي يلي ربتك، ما عملت شي قدام يلي عملته هي. شو هالشغلة؟ وحكينا شوي على الطريق، شو مزعوجة مشان قصة فياض؟ يا ريت فياض يزوق على دمه شوي ويقدر قيمتها. أنا عم فكر أسأل الناس يلي بعرفهم، بلكي إن شاء الله منلاقي حدا بيعرف عنه شي. أصحك قصدي فياض بيكون خابص له شي خبصة، لا تعلق حالك معه، ومشان هيك هو متخبي. ما بدي خالي حورية ينشغل بالها، مشان هيك ما لازم تعرف شي بنوم. ليك بدي اياك توعدني انك ما تتدخل بهاي القصة ابدا. طيب بيبي خلص بوعدك، اذا ما بدك اتدخل الموضوع انتهى بالنسبة الي. سوزان، مو انتي كنتي قريبة من فياض قبل؟ باين انتي وعمته متعلقين ببعض. لا كنا منعرف بعض من بعيد. بيبي أنا حكيت شي ضايقك؟ لا، ليش هيك عم تحكي؟ يعني وقت جبت سيرة فياض ضايقتي؟ لا أبداً، ليش لقيت ضايق؟ سوزان ليكي أنا كتير بحبك، وبعدين عن قريب نحن رح نتزوج، لازم أعرف شو اللي مضايقك، لازم أفهم. عم قلك ما في شي خليل. طيب ماشي مثل ما بدك، بس أنا بحبك، لا تنسي بنوب. تأخرت كتير على البيت. بندق لعمك؟ شو منتقله؟